الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا لكما هبة وأدا، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد العاشر من إصداره ربع السنوي بشأن صادرات السلعية غير البترولية، وأشار إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ 7.5 مليار دولار مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، وذلك بنسبة انخفاض 10.7%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جسم طويلة غرب في خليج السويس، وأضافت الوزارة أنه تم حفر بئر جديدة من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر التي تم تركيبها مؤخرا في حقل شمال جسم الشمالي، وتعد البئر هي الرابعة التي يتم الانتهاء منها من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر ضمن المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي وتنمية منطقة الامتياز. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس لا تدخر جهدا نحو التنسيق الكامل وتحقيق التكامل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة المثلى من القناة والمنطقة المحيطة بها والانطلاق نحو آفاق أرحب لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال كلمة الفريق أسامة ربيع في فعاليات الاحتفالية التي نظمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للإعلان عن عقود التزام المحطات الجديدة وبدء نشاط تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر بميناء شرق بورسعيد. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني من العام الحالي، وأضاف الجهاز أن معدل البطالة بلغ 7% من إجمالي قوة العمل خلال الفترة من شهري إبريل إلى يونيو الماضيين بانخفاض 1.1% عن الربع السابق، وأشار الجهاز إلى أن قوة العمل تبلغ 30,969,000 فرد كحجم قوة العمل خلال الربع الثاني للعام الحالي، مرجعا ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 400,000 مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 من ألف تريليون جنيه، وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18,216 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة. وزاد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5664 نقطة. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط مع ترقب السوق لمعرفة ما إذا كانت الصادرات العراقية عبر ميناء جيهان التركي ستستأنف، مما قد يخفف من شح المعروض الناجم عن تخفيضات تحالف أوبك بلس، في حين لا يزال الاقتصاد الصيني يلقي بظلاله على توقعات الطلب العالمي. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% مسجلا 84.38 دولار للبرميل. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5% لتصل إلى 80.65 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.1% لتصل إلى 2.62 دولار للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.25% لتسجل 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال التصنيف الائتماني وعدلت توقعاتها العديد من البنوك الأمريكية، وذلك بعد أسبوعين من خطوة مماثلة من قبل وكالة مودز. وحذرت الوكالة من أن مخاطر التمويل وضعف الربحية من المرجح أن تختبر القوة الائتمانية للقطاع المصرفي بالولايات المتحدة. وفي مذكرة بشأن تخفيض التصنيف للبنوك، أشارت ستاندرد أند بورز إلى أن العديد من المودعين حولوا أمواله إلى حسابات ذات فائدة أعلى، مما أدى إلى زيادة تكاليف تمويل البنوك. انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة التاسعة، وعودة من جديد إليكم هبة وقت. أشكرك شكرا.